حلوين، مثل ما اتفقنا اليوم وكل يوم جديد، واليوم الخميس، واليوم الخميس نحن متفقين اليوم بدنا نحط نية جديدة، والنية الجديدة هي نترحم على جميع الناس. الله يرحمهم ويرحم أمواتكم ويرحم أمواتنا جميعا بإذن الله رب العالمين. يلا انطلقوا مشواركم. هاي ابتدى مشوارنا اليوم بإذن الله تعالى. يلا يا ريتاج. طبعا باي. هاي ويلكم تو ذا سيارة. خرجتوا؟ طلعتوا؟ هاي هاي بابا. هاي هاي هاي. وابتدى مشوارنا اليوم. طبعا مثل ما حكينا المرة اللي فاتت بإذن الله تعالى كل واحد عم يسوق لا ينسى الحزام الأمان. أوكي؟ حتى نكون في أمان. حتى نكون في أمان. بدنا نسوق عادي. طبعا بدنا نبدأ النية، والنية اللي بدنا نبدأها بإذن الله تعالى إنه ندعي لوالدينا بالرحمة ولجميع أموات إخواننا وأخواتنا بهالعالم كله ككل. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب العالمين. قولوا آمين. ويرحم أبهاتكم وأمهاتكم وكل شخص عزيز عليكم وكل الناس وكل اللي بيجي ببالكم. لحنا معكم وحندعي لكم. بكرة بعد كارما تكبر 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 تصير أكبر كارما بالعالم. كلهم بصوت واحد يترحموا على جميع أمواتنا. يعني أنتوا تخيلوا وجلسوا فكروا بالوضع اللي لحنا فيه، انه فوق الثمان ملايين او فوق الثمانين مليون جالسين يدعوا لابوكم. وصلاة الصبح رح نطلع ونوزع صدقة لجميع الاموات. الله يرحمهم ويرحمنا جميعا مشان تطلع الكارما. هاي جايز، طبعا اليوم انا معكم ريتاج ياسر احمد سعيد عقلان معكم من يوم الجديد. طبعا انا معي الدكتورة ماما دارين، سيدة ماما. واليوم احنا عنا موضوع الترحم على الاموات. يمكن يعني الاموات صديقاتنا رفقاتنا او عائلتنا، وطبعا الموضوع انا لسه جديد عم بتعلمه فما بعرف شو يعني. وماما هتكمل معكم الدكتورة دارين. هاي ميرسي كتير يا ريتاج ايتها الرائعة، وشكرا للمقدمة الحلوة الرائعة. من جد انك انت بنت رائعة، يعطيكم الف عافية. اليوم كارما جديدة، اليوم الخميس مثل ما اتفقنا. بدك تتكلمي شي ريماس؟ ما عندك تتكلمي؟ مثل ما الترحم على أموات الناس كلها، أصحابنا أصدقائنا، كل واحد بده يترحم على أمواتنا. بدنا نقول اللهم اغفر لأمواتنا جميعا كلنا بإذن الله. اغفر لهم، اجعلهم بالدارين يا رب، يكون مثواهم الجنة يا رب، وسع في قبرهم يا رب العالمين. يا الله انتوا الكل قولوا امين، انتوا الكل ادعوا. فيديو الله يجزاكم خير، وكملنا فوق ال 8000 ووصلنا فوق ال 20000 ما شاء الله تبارك الرحمن. بتشكر كل السوشيال بالسناب شات والانستغرام الفيسبوك، كل هاللي هلا عم يتابعني انا بتشكره شخص شخص. هاللي من جد دعينا لكل انتوا الكل بعتوا لي ادعيه، بعتوا لي كلكم ادعيه لحس انكم عم تشاركونا، ولحتى الكارما تكبر ولحنصير 8000 باذن الله تعالى. وبتشكر كل مين شارك الاسبوع اللي فات اول شيء، وثاني شيء الناس اللي ما لحقت الفيديو شاركت بعد. قولوا اللهم انزله منازل الصديقين، علي مراتبه يا رب العالمين، اجعله بمثوى الجنة يا رب العالمين. لسه بدي كمان، كله عم يوصلني أدعية ما شاء الله، وأنا عم صور الشاشة مشان بكرة نزلها عندي في الفيديو مثل الأسبوع اللي فات. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم أجمعين يا رب العالمين. جوزي يا جوزي ادعين. من أجمل الأدعية بدي للأموات، بدنا تعلى الكارما توصل لفوق فوق فوق. شو بابا؟
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. امين يا رب. بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين يا رب العالمين. هذا الدعاء اهداء لكم انتم الكل. لمين بتهدي؟ لبيك؟ كل امواتنا واموات المسلمين والعالم والمؤمنين ان شاء الله، وجميع الكتب السماويه باذن الله تعالى. الله يرحم امواتكم ان شاء الله. لقائنا بكره بعد صلاه الصبح، رح نصلي الصبح ونطلع ندور على الفقره نعطيهم صدقه. على لقائنا بكره على بعد صلاه الصبح ان شاء الله، ورح نصور مثل العاده وان شاء الله كارمتنا بتوصل اكثر من 8000. بس نحن كثير كثير اخلاق يعني عم نقصر ب 8000، بس ان شاء الله حتوصل 8000. الله يرحم كل امواتنا يا رب. وباي باي. أفضل شي نبخر قبل ما نخرج، يا أجمل شموع مضوية أنتو. جمعتكم مباركة يا أحلى فانز عندي، يا أحلى سنابيين، يا أحلى أشعل شمعتك وأجمل فانز عندي بأشعل شمعتك. جمعتكم مباركة وربي يبارك لكم يا ربي أولادكم ورزقكم وحياتكم بأتم الصحة والعافية. هيدا بخور إجاني هدية من الأستاذ منصور المنصور، أستاذ رائع، أستاذ كتير بمعنى الكلمة. أنا بتشكرك على هدية الحلوة من جد، بخور ملكي بياخد العقل. ميرسي، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم جمعة سعيدة وويكند مع الأطفال الحلوين. صباح الخير ماميتو. صباح الخير. هلأ اليوم ريتاش ريماس طلعت معنا، يلا يا ريماس. أما رموسة شاطرة، صباح الخير أيها السنابيين اللذيذين والرائعين. اليوم بدنا نترحم على جميع أمواتنا، اليوم بدنا نكبر الكارما ونتكلم عن الترحم على أمواتنا. اللهم تغفر لهم يا رب العالمين يا الله، وتجعل مثواهم الجنة وبالدارين يا رب بأعلى جناتك. لكل أموات المسلمين والمسلمات وجميع الأديان وكل شخص من جد كفوا على حسب النية ترزقون إن شاء الله. يرحم أمواتكم جميعا، كل الناس كل العالم وين ما كنتوا بكل أنحاء الكرة الأرضية. صباح الخير يا هاي رموسة. هاي ماما رب النوتي الحلوة رموسة طلعت معنا. يلا نقرأ أول شيء سورة الفاتحة على أمواتنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كلياتكم اقروا سورة الفاتحة على أمواتنا. آمين. الله يتقبل منكم. أنا بتصدق بهي الفاتحة لجميع الأموات. جمعة مباركة، الله يبارك لي بعمركم حبايب قلبي ويسعدكم يا رب ليرضيكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب العالمين يا الله. شوفوا أصوات العصافير، واو من جد رائعة صح؟ شو ماما؟ يا رب ارحم كل أحبابنا يا رب العالمين يا الله، كل أمواتنا اللي راحوا لعندك يا رب دار الآخرة.
شو؟ عم تدعي لجده الله يرحمه ولجميع المسلمين، لجميع الأموات الله يرحمهم، عم تدعي لهم؟ هلا دور مين بنوتاتي؟ أنا. يلا السلام عليكم، قول الله يرحم الناس كلها، قول الله يرحمه، قول الحمد لله، قول الله يرحمه، قول الله يرحمه، قول الله يرحمه. ما شاء الله تبارك الرحمن، برافو عليك. خلاص سيجدكم الرحمة انتوا الكل بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. اللهم تقبل مني وارحم امواتنا جميعا. امين يا رب. انت لسه دورك صح؟ لسه انت لسه ما وزعتي، ما اعطيتي الاموات الفقير لسه صح؟ يلا تصدقي بالاول بعدين ادعي، اوكي؟ يعني انا بتصدق وباخذ ثواب، وبنفس الشيء بطور بناتي للاشياء اللي بديننا، اللي تقدر توصلهم للدار الآخرة وهن مبسوطين ويجلسوا بالدارين. سبحان الله، صار لنا أكثر من نص ساعة ما نمشي ونفاضي الشوارع، لا سيارات ولا أحد. يا رب يا رب تبعت لنا فقير نستاهل يا رب العالمين. يا الله تبعت لنا فقير مستاهل يا رب. اضطرينا نطلع بالسيارة لأنه صرنا أكثر من ساعة عم نفتل وما لقينا أحد. سبحان الله، شايفين نية الشفاء الأسبوع اللي فات كيف كان ربي ميسرها؟ معناته في عندكم كتير أخطاء ما عم تترحموا على أمواتنا، ما عم توزعوا لهم، ما عم تصدقوا. بدي إياكم تنتبهوا على هالناحية، ترى لأني جمعت نفسي معكم لحنا الكل، كارمتنا وحدة، كارمتنا لح تكبر. معناته في تقصير من بعض منا اللي مشارك معنا، ما عم يتصدق، ما عم دائما يقرأ. لو ما معك فلوس، وقليل الفلوس مش ضروري كتير، قليل ما بدنا كتير، بس المهم نتصدق بالموية، نتصدق بقراية القرآن، نتصدق، بتقدروا تتصدقوا من بأشياء كتير. وهي بنتي ريماس، لقيت واحد الحمد لله. الله يجزاكي خير يا ريماس ويعطيكي ليرضيكي. الله تبارك الرحمن، الحمد لله. هاي برافو. ها شو شعورك؟ برافو. شو حسيتي؟ في جنة. اميزنج. اللهم تقبل منا وارحم امواتنا، ارحم امواتنا جميعا يا رب. آمين. الله يتقبل منكم وجزاكم ربي كل خير يا رب. الموية يا جماعة، خدوا موية وحطوها في المساجد. ما بتعرفوا كم فقير لح يشرب من الموية اللي انتو حتحطوا. طبعا الموية، سقيا الموية، يلا حملوا ماما يلا، وانتو حيصير لكم ثواب غير الفلوس اللي وزعتوها، حيصير لكم ثواب معي. السقيا حطوها ما شاء الله على بناتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن على بناتي. الله يحميكم. ولح يدخلوا على المسجد. طبعا انا لهون حدي ما بقدر اني ادخل على المسجد، ولا بتمنى اني اخدم المسجد وفوت حط له ماي وحط له كل شيء. الله يرضى عليكم يا بناتي، الله يرضى عليكم. مقفول؟ بجوز قاسي ماما، بس شدي شوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بدين يسمو بالشباب طاهرة. الله أكبر. الله أكبر. وقنا عذاب النار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كلهم في الحدود والثغور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سدد رميهم ورأيهم،
وانصرهم على عدوك وعدوهم، عاف جرحاهم واشف مرضاهم، وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعدقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالأمان.